هكذا المهم راني تري ديسيو باسكو لعبنا دون دي كونديسيون تري بون كونديسيون لا كاش ويديتي سخانه عاديه يعني نورمالمون اون دوفي بروفيتي نورمالمون كنا نربحوا اليوم باسكو عندك لو بروشان ماتش مع لاوتسايدر عندك اون ايكيب كومبليكي جوي وراه زيد تلعب على الزوج او دو زور دونك لي كونديسيون هادو تلعب افيك مورال با يعني مانيش متفائل صراحه وزيد ليكيب ولو سيستم دو جو صافي مده وهو سي لو ميم سيستم دو جو توت لافريك العالم كامل عرف السيستم اللي تلعب به علاش تلعب توجور افيك لو ميم جوار لو ميم سيستم اي لا ميم تاكتيك ربي يهدينا على كل حال المهم واش حنا مالغري سا نتمناو ان بون ريزولتا وليفير خير يجيبو ان شاء الله شكرا على كل حال مازال اللعبة وان شاء الله بما الدار كفايه عندنا امكانيات عندنا لاعبين ان شاء الله اذا المدرب برك يعني يشوف النقائص علاش ما مشاتش وحنا رانا معاهم ان شاء الله متفائلين ان شاء الله هو وعلى كل حال يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني مديام متشائم وانا متحسن على تضييع نقطتين احسن من نقطتين على كل حال ان شاء الله فيها خير ان شاء الله فيها خير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كما تشوفوا متعودين حنايا على هذه المباريات في افريقيا المنتخب اليوم ما كانش في نهار انا صراحه خطه اللي لعب بها المدرب مش عارف تعطى في المدرب يقول لك ما تعرفش الطاولون والله جيري راه ولد مع عقده نفسانيه باش تعطى في المدرب المنتخب اليوم كان اوت بالنسبه لي انا المستقبل انا قلت لهم اللي قبل الصباح لازم تجي ماتش بار ماتش وهو الماتش الاول هو الباس تاع تاع الدور الثاني مش عارف المدرب هذا لازم يراجع اموره تاعه وحساباته تاعه عنده مده وانا لعبت منبر تاع الشرف فينا كنا خويا هو اللي مقاطعينك وراني مدير ديكلاراسيون الله يجيب الخير الصايب الله يجيب الخير السلام عليكم احنا المنتخب الجزائري اليوم كان اوت وكان خارج الاطار اصلا ما كناش نستناو في هذه المباراه اليوم مباراه عثمانه ما كان رطوبه ما كان حراره الجو مليح وما درنا والو ارضيه جيده لازم المنتخب يراجع حساباته يراجع بالتشكيله راهي ولات تشكيله لازم بالماضي يراجع حساباته وكما قال خونا هذا احنا كل ما جينا نهضروا على بالماضي الناس تقول لك بالماضي مليح مليح انا ساكتين ان شاء الله يجي الوقت يراجع حساباته ويفيق ويبدل الشكل ان شاء الله ان شاء الله نحطوا في حاله ان شاء الله السلام عليكم كنا قادرين ندخلوا الكامب بنتيجه مليحه ولكن للاسف بروميير ميطو عدينا الله يبارك لعبنا دوزيام ميطو ليكيب ناسيونال ما عرفناهاش ما عرفناهاش ليكيب ناسيونال نتمناو نتداركوا في المقابلات القادمه ان شاء الله ما عرفناش غير خلاص كنا النتيجه تكون ايجابيه للمنتخب على حساب الجو كان مليح كان كانتش الرطوبه بزاف حراره بزاف لعبنا في الليل النتيجه ما تشرفش مساعدة للاسف ما يتمناو نزيدو نعاودو نتداركو الماتش اللي جاي مارغري لعبوا الماتش اللي جاي في الظاهره تكون الجو شويه صعيب مع بوركينا فاس الجو لاباس ما تحسن بريمير ميطو مليح الضغط زاد شويه الضغط زاد شويه الرطوبه الضغط ما نتمناو واش راه ندير نتمناو ما نخيبوش الامل السلام عليكم شكرا لقناه اورون فينك على التواجد تاعها هنا في مدينه بواكي معكم الاعلامي نصيب بكير طاهر ومعكم ثاني الكادر مناصر وفي المنتخب الوطني بون لا كيستيون تاعك واش رايك في النتيجه اليوم والاداء كاتاستروفيك 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 بروميير ميتو لا ريغور سا باسي دوزيام ميتون سيتي مور كاع ما كان والو جي با
اسكو غادي نحصلوا في التيرا امبوسيبل، نحصلوا في الكليما سي بور تو الموند، كيفاش نحصلوا هذا الخطا؟ يا في با نو نو في با اوتون ميديتي كو كليما ساك اليوم. مازي داكور معك انا صحفي نصيبك الطاهر، نتذكر المشاهدين الكرام دونك تحليل المباراه، مباراه لعبت على جزيئات صغار، عامل المناخ كان عنده دور كبير في المباراه اليوم، لكن بغض النظر على نتيجه مباراه اليوم مازال عندنا امل ان شاء الله، ان شاء الله يذاكروا الامور ان شاء الله يصلحوا الامور من القدام ان شاء الله مع منتخب البوركينابي ان شاء الله في دوزيام ماتش، ثوازيام ماتش ان شاء الله موريتانيا، حنا رانا هنا نقلنا الى كوت ديفوار ان شاء الله مساندة ومساعدة المنتخب الوطني، ان شاء الله يداركوا هذو النقائص، يداركوا هذو النقاط السلبية ان شاء الله، عندنا ثقة كاملة في اشبال جمال بلماضي ان شاء الله لتحقيق الفوز ان شاء الله في بوركينا فاسو. اخر مناصر هنا راه فريمون تخيس، تلاقيت انا وياه راه فريمون مش مائز ان شاء الله. راك ناسي ان ديتاي، راك ناسي ان ديتاي بلي لو بروشان ماتش كي فا تخا 14 فوالا، معليش حنا نتفائلوا، حنا نتفائلوا خيرا ان شاء الله، 14 حنا رانا معاهم حتى الدقيقة التالية ان شاء الله، هنا رانا متواجدين كصحافة، أنا صحافي خويا مناصر، كيد واحدة كلها تصب في وعاء الجزائر. شكرا لقناة أورون فيناك، وانتظروها في تغطية خاصة إن شاء الله هنا من بواكي بالكوت ديفوار. شكرا. الأخ تاعنا معنا تفضل. السلام عليكم، رانا ولينا جينا لهنا، رانا رحنا العيا هذاك وان شاء الله فيها خير، كنا يعني حسينا التعب تاع اللاعبين، احنا انصار تعبنا اكثر منهم، ما تقدرش نفس، ما سخنا بزاف، اللقاء الاول ديما يجي سعى في كاس افريقيا، ديما عندنا مشاكل المنتخب الوطني، عنده المشاكل في اللقاء الاول، ان شاء الله اللقاء الثاني مع بوركينا فاسو مع الكبار شويه، حنا ديما نبينوا روحنا وان شاء الله فيها خير، بوركينا فاسو نربحوا موريتانيا فيها خير، نطلعوا الدوزيام تور، هذا الدرس باه اشبال بالماضي ياخذوا فيه الاعتبار، ان شاء الله فيها خير ونتاهلوا المركز الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. المقابل الاولى شويه تجي دائما، هذه افريقيا المقابل الاولى دائما تكون صعيبه، وحنا نتفائلوا خير ان شاء الله، تكون المقابله جايه، المقابلتين جايه تكون المنتخب الوطني يدير فيها نتيجه، وحنا كانصار وكصحفيين وكشعب جزائري كاع رانا نور المنتخب الوطني، وان شاء الله حنا نتفائلوا خير، وان شاء الله البروشان ماتش نديروا ريزلتا. ميرسي بوكو، حنا النصيحه اللي نقدموها للشعب الجزائري متواجد في الجزائر يتفائلوا، حنا رانا في الكوت ديفوار وانا نتفائلوا ان شاء الله الى اخر دقيقه وراء جمال بالماضي ولاشباله، كلنا نصب في وعاء واحد كصحفيين رابحين ولا خاسرين، بواتوتي فيفا لالجيري، تحيه الجزائر، ليله سعيده للجميع. المهم شنو راح نقول لك على نتيجه المباراه؟ نتيجه المباراه تقدرنا تقول كان الماتش في يدينا، خا كنا نتفرجوا كل في مع بعضنا، ومن بعد لقينا ما على باليش دوزيام ميطون، شغل ما قدروش والله ما على بالناش واش صرا، لازم درك بربي ان شاء الله دوك الماتش هذا وفاه كما يقولوا كمل، حنا دوك نقولوا لونترينر كوتش بالماضي واللي جوار يعاودوا حساباتهم، دوزيام ماتش باسكو راح يكون صعيب على بريمير ماتش، اي راح يكون عزوج ورانا هنا جماعه، وكما على بالكم الزوج ديما مداير هنا، ماشي قال حاجه عادي، حاجه مش عادي الزوج خيك على بالك عبد القادر. ما كاش ميديتي، حاجه مليحه، ما كاش ميديتي، وش هو سخانه، وش هو كان ايس كريم ساك كما نقولوا هنا، وش هو هنا ندومونديو ندومونديو ان شاء الله يعاود يدير حسابه الماكسيموم، والغلطه اللي داروها اليوم ما يعاودوهاش لا بروشين فوا، ومازالت كاينه لا شونس، وماشي نقولوا تسمى سي بون، مازالت كاينه لا شونس كبيره، ماشي شونس صغيره برك، ان شاء الله ما يتفرجوش الانصار ان شاء الله ان شاء الله. واش راك تشوف التغييرات تاع التغييرات اللي دارهم الكوتش اليوم؟ لي شونجمون تاع ادم الناس، حنا حبينا والناس يكون تيتيلار، وحبينا سليمان يكون في بلاصه منجح تيتيلار، وصرا اللي صرا والحمد لله بربي ان شاء الله، انا ما ندخلولوش في تفاصيل تاعو، واش هو لازم يعاود روحه باش ما يطيحش كلش عليه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لعبنا مباراة مليحة ما عليهاش. بالنسبة لل لا نطلعوا دائما المباراة الأولى راهي صعيبة. بربي إن شاء الله مازالتنا مباراتين، نحاولوا كيفاش ننظموا أنفسنا ونشوفوا الأخطاء اللي درناها، نحاولوا نصحوا كلش.
المباراه الثانيه ان شاء الله والثالثه نفوزوا بهم وقادرين نتاهلوا وفيها خير ان شاء الله. بالنسبه للكليما راهو مناخ مناسب للفريق الوطني، ربما المباراه الثانيه تكون على الساعه الثانيه تكون شويه الاجواء تكون المناخ يكون سخون بزاف كما نقولوا حنا، ممكن تكون صعوبات ولكن نحاولوا نخمو في المباراتين، نخموش في مباراه اليوم، مباراه اليوم ننساوها خلاص. دائما قلنا المباريات الاولى صعيبه، قاتنا المباراه الثانيه والثالثه نحاولوا نفوزوا بها، ان شاء الله قادرين نكلاسيو حتى في المرتبه الاولى، ونبقى ان شاء الله في بواكي هنا في الويتيام دو فينال. السلام عليكم، قدر الله ما شاء فعل، هذه هي كرة القدم، و برومي ميطو كنا خير منهم، درنا اللي علينا، ودوزيام ميطو شغل ولينا شوية، بصح معليش برومي ماتش هذه هي. ولازم نحضروا الماتش اللي بقاو، والماتش تاع بوركينا يتلعب في عزوج لازم يبريبارو له مليح، وهذه هي طازج يرافقكم في كاس افريقيا بكوت ديفوار.